أحسنت شيخ، بس كان يعني صار في لغط يعني عن تصريح لك عن تحريم الخروج عن ولاة الأمر، حتى لو خرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر لمدة نص ساعة يومي، صار لغط كبير حول هذه النقطة، شنو ردك عليه؟ لا، الرد عليه كالتالي: هذا الكلام علميا شرعيا لا ينازع فيه عالم سلفي لا ابن باز، وأنا مدان بهذا، لا ينازع فيه لا ابن باز ولا بعثيمين ولا الألباني ولا شيخنا علامة صالح الفوزان ولا أحد من علماء السنة، لا ينازعون فيه البتة. علماء السنة متواردون على هذا. بل تدري، أنا أسألك، أيهما أشد، أن يزن الحاكم إلى آخره أو القول بخلق القرآن؟ طبعا القول بخلق القرآن أشد من الكفر، ومع ذلك قاموا بهذا المعتقد معه، بالصبر على جوره وعدم تهيج الناس عليه. فإذا هذه عقيدة، هذا أولا. ثانيا، أدلة الشرعية ذكرت قبل قليل كلها تدل على هذا وزيادة، قال: تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ثالثا، ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسجلات موجودة في اليوتيوب وغيرها، قال: لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم مومسة في خيمة يجب أن تجاهد معه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين بصوته. بل قال: ولو كان يزني ويلوط، لو كان ولي الأمر فاسقا يشرب الخمر ويزني ويلوط ويظلم ويفعل كل منكر إلا الكفر، فإنه لا يجوز الخروج عليه، بل تجب مناصحته ودعاء الله له. هذا الكلام لا ينازع فيه عالم سني. صحيح أن العواطف لا تقبله، لأن الدين قائم على مخالفة العواطف، العواطف والشهوات. لذا من الكلمات الجميلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يقول: والعواطف إذا خالفت الشرع صارت عواصف هوى. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأخيرا، أنا أقول هنا وقلت وقبل: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ذكرت هذا المثال، لا لأنه خطأ في نفسي، لأن هناك من يتربص بأهل السنة وينفر الناس منهم، فأنا عن نفسي لو استطعت أني أسحب هذا المثال سحبته وأتراجع عنه بحيث أني أرجع عنه ويرجع، يعني يسحب هذا المثال، فعلت. لا لأنه خطأ شرعا، وقلت لك لا ينازع في هذا عالم من علماء السنة، لكن لأن هناك من يتربص الدوائر، هناك من هو قائم على تهيج الشعوب، فأي معارضة له يحاول أن يسقط مثل هذا.